اليوم قبل ما نحكي لكم حكاية لا هي غريبة ولا هي عجيبة، حكاية صايرة فيها الدنيا. قبل ما نسمع الزهو والطرب، قبل ما نسمع الغناء والموسيقى، باش نحكي لكم على حكاية وجعتني من كل قلبي وما لقيت كان تارودان باش تسمعني. تسمعوني ولا لا؟ راني موجوع، موجوع وما حاسس فيا حد. الحاضر يعلم الغايب، اليوم احسانا علي دافع على المراه والشايب، على الوليد والشاهل والقاري والعايب. اليوم باش نحكي لكم حكاية غريبة، حكاية غريبة اسمها حقوق الإنسان. اسمها حقوق الإنسان.
صغار متشردة، صغار متشردة قتلها الشر. فايح وجراير والعالم، العالم أعمى وعامل كمايم. هذا حال الجيعان والهايم، هذه حقوق الإنسان؟ قولوا لي هذه حقوق الإنسان؟ صغار متشردة والعالم هايم عامل كمايم، العالم عامل كمايم. Thank you.
انا غادي انا منك وانا فيك انا الحق اللي ما يتباع موجوعه منك يا انسان مفجوعه عليك يا انسان موجوعه لا تغطي ديك بالدم وما حسيت بحتى ندم مشى في بالك انا حبر على الورق ونسيت اللي الحر يفتح حياته للحق انا سلاحك انا حريتك انا انسانيتك نقول لا للقهر والاستبداد نتصدى للظلم في كل بلاد انا حروف الانسان فيكم. هذه عرض قياسي برفرمانس بعنوان حقوق الإنسان يحكي على حقوق الإنسان ما هوش ضد حقوق الإنسان أما يحب يفيق في الإنسان اللي يخدم في حقوق الإنسان باش يحس وديما يقعد يدافع على حقوق الإنسان وإن شاء الله تاردان من البلاد اللي تدافع على حقوق الإنسان ويزمكم الكل تدافع على حقوق الإنسان وبارك الله فيكم تصفيقة باهية على أصحابنا العاصفين عملوا معنا مجهود باهي اليوم على خير أرجع أحب أقول لكم اللي تاني تار اللي أناليت هي اللي وفرت لها الفرصة بالجد لهنا بجينا شفنا الجمهور هذا نشكر أناليت ونشكر تانيتار وبارك الله فيكم.